انتهى الكلام في الأسطورة الثانية والثلاثين. الأسطورة الثالثة والثلاثون: أهل التنزيه ونفي الجسم وأهل إثبات الجسم التيمية. أهل التنزيه ونفي الجسم، يعني أهل التنزيه وأهل نفي الجسم، أو أهل التنزيه هم أهل نفي الجسم، وأما أهل الإثبات هم أهل الجسم، وأهل إثبات الجسم التيمية. هذه اللي دفع شبهة، لأنهم دائما يعطون العنوان المخالف لما يعتقدون به، يهمون المقابل، يتهمون المقابل بما هم يعتقدون به. فهذه الأسطورة أهل التنزيه ونفي الجسم نقاط، وأهل إثبات الجسم التيمية، سيتبين المعنى خلال الشرح. أقول الإمام الرازي ألف أساس التقديس وأهدى نسخة منه إلى ملك الشام، وأرفقه بمقدمة أو رسالة فيها ذكر أو ذكر فيها ذكر سبب تأليف الكتاب، مع بيان كونه أرسله هدية للملك، مع عبارات مديح وتمجيد له ولعدالته واستتباب الأمن في البلاد في عهده. هذا الذي فعله الرازي. يأتي ابن تيمية يرد على الكتاب وحتى على مقدمة الكتاب، ولنطلع على مقطعين للرد في هذه الأسطورة. سنطلع على مقطعين، المقطع الأول والمقطع الثاني. المقطع الأول: قال شيخ تيمية: وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء والقضاة والأمراء وذويهم، لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حقا كان أو باطلا، وسواء قصدوا به وجه الله أو قصدوا به العلو في الأرض أو الفساد. وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب، فصنفه وأهداه له، أي فصنف الرازي كتابه وأهداه له، ظنا أنه بجاهه ينتشر، يعني الرازي ظن بأنه بجاه الملك العادل ينتشر الكتاب، فصنفه وأهداه له ظنا أنه بجاهه ينتشر، واعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي. أيضا كان يعتقد الرازي بأن هذا الملك سيختار مذهب أهل النفي. من هو أهل النفي؟ لاحظ أنا هنا ذكرت أهل النفي هم أهل التنزيه، لاحظ اختار هذا العنوان، أهل النفي هم أهل التنزيه، نعم هم ينفون الجسمية، وأهل الإثبات هم التيمية الذي يثبتون الجسمية لله سبحانه وتعالى. يقول ظنا أنه بجاهه ينتشر الكتاب، واعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي، ولم يكن الملك من هؤلاء النفاات، إلى أن قال: فلعله كان في بعض حاشيته من يميل إلى النفي، وكان للرازي من الشهرة ما أوجبه استعانة النفاات به، والله أعلم بأمثال هذه الأحوال. بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول وليس السابع، هنا الكلام الجزء الأول، يعني كلام في المقدمة. بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول في صفحة 13. أقول أولا: التهمة جاهزة على كل حال، سواء قصد الرازي وأمثاله وجه الله أو قصد الدنيا والعلو في الأرض والفساد، فعلى كل المحتملات فهو قد كتب كتابه على عادته وأمثاله، كما يعبر ابن تيمية، فهو قد كتب كتابه على عادته وأمثاله، فهو قد كتب كتابه على عادته وأمثاله، أي وعلى عادة أمثاله، من تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء والقضاة والأمراء وذويهم، لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حقا كان كلامهم أو باطلا. هذا أولا. ثانيا: الوهم والتعارض والتناقض موجود كالعادة في كلام ابن تيمية، فقد بدأ كلامه بالافتراء على الرازي أنه صنف كتابه لعظيم من عظماء الدنيا وهو الملك لينفق كلامه بجاه الملك فيحصل له الشياع والشهرة، لكن سرعان ما ناقض نفسه فذكر وأقر أن للرازي شهرة كبيرة إلى المستوى الذي أوجب على بعض أهل نفي الجسمية من حاشية الملك الاستعانة بالرازي لما للرازي من شهرة، فهل هو كتب لعظماء الدنيا طلبا للشهرة
أو هم استعانوا به لشهرته العظيمة. يا تيمية، يا أتباع تيمية، يا أصحاب العقول المتحجرة، بيّنوا لنا، وضّحوا لنا، هل هو عنده شهرة فهم استغلوا شهرة الرازي؟ الحاشية استغل شهرة الرازي، أو الرازي ليس عنده شهرة وكتب للملك حتى يشتهر ويحصل على الشهرة له ولكتابه؟ قال الذهبي في سيرة أعلام النبلاء فخر الدين الرازي، يقول العلامة الكبير، أي عن فخر الدين الرازي يحكي في سيرة أعلام النبلاء، يقول العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر، كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين، ولد سنة 445 هجري، واشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري، أي في إيران طهران، وانتشرت، ويقولون أنتم مجوس وفورس وأنتم إيرانيون وأنتم صفويون، يقول واشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري، وانتشرت تواليفه في البلاد شرقا وغربا. التفت الذهبي من أصحابهم من أئمتهم، يقولون تاب في آخر زمانه وكتب رسالة إلى ابن تيمية يوبخ ابن تيمية، وانتشرت تواليفه في البلاد شرقا وغربا، يقول وانتشرت تواليفه في البلاد شرقا وغربا، وكان يتوقد ذكاء. ومن الكتب، يذكر الكتب، وجد التفسير الكبير وأساس التقديس. ثالثا، يجب على كل عاقل الالتفات دائما والحذر من التدليس الدائم المحترف إلى مستوى قلب الأذهان غير الواعية والجاهلة، ومن التدليس في هذه العبارة أنه ذكر أهل النفي في مقابل أهل الإثبات، والنفي والإثبات المميز بين الاتجاهين الاعتقاديين يتعلق بالجسم والجسمية والتجسيم. فالجهمية نعم هم أهل النفي للجسم والجسمية والتجسيم، فهم أهل التنزيه والتقديس. إذن الجهمية هم أهل النفي للجسم والجسمية والتجسيم، وهم أهل الإثبات للتنزيه والتقديس. في مقابل التيمية، التيمية أهل إثبات الجسم والجسمية والتجسيم، وهم أهل نفي التقديس والتنزيه. فالجهمية هم أهل النفي للجسم والجسمية والتجسيم، فهم أهل التنزيه والتقديس. في مقابل التيمية، أهل إثبات الجسم والجسمية والتجسيم، فهم المشبهة والمجسمة، وهم أهل نفي التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى. ينفون التنزيه لله وينفون التقديس لله. المقطع الثاني، ثم قال تيمية وقد ذكر الرازي في خطبة كتابه ما هو من جنس خطب الجهمية، يقول ابن تيمية، يقول لا زال الكلام في المقدمة، يقول وقد ذكر الرازي في خطبة كتابه ما هو من جنس خطب الجهمية التي كان يخطب بمثلها أحمد بن أبي داود على طريقة بشر المريسي وذويه، فقال في خطبته، ماذا قال الرازي؟ هذا يقول على أسلوب المريسي، على أسلوب بشر المريسي، ماذا قال؟ قال في خطبته هذا الرازي، قال المتعالية عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه، المتعالية عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه، يقول ابن تيمية وهذا حق. ثم قال فاستواؤه، لاحظ التأويل عند الرازي، يقول معنى الاستواء، يقول فاستواؤه قهره واستيلاؤه ونزوله بره وعطاؤه، ونزوله بره وعطاؤه، ومجيئه حكمه وقضاؤه، ووجهه وجوده أوجوده وحباؤه، وعينه حفظه، وعونه اجتباؤه، وضحكه عفوه أو إذنه وارتضاؤه، ويده إنعامه وإكرامه واصطفاؤه. هذا من الذي يذكر؟ ابن تيمية ينقل
عن الرازي، يقول الرازي يقول هذا لا يرضى بهذا الكلام، هذا في بيان تأسيس الجهمية، قلنا الجزء الأول في صفحة 14. أقول نترك الحكم لكل من يملك العقل والفكر ولو الحد الأدنى منه، وليقرر مع من يكون، هل مع أهل التنزيه والتقديس وتأويلاتهم الموافقة للذوق والعقل والشرع، أو يكون مع الرب الشاب الأمرد أبو رأس أبو رأس الوفرة الجعد الضاحك أبو الضروس والأسنان والأنامل والأصابع واليدين والركبة والقدمين، القائم القاعد الجالس الماشي المهرول النازل الصاعد المحب للمزاح والتنكر بكل أنواع الصور والأدوات.